وللمزيد من المعلومات حول الوضع في كركوك أمنيا وسياسيا معنا من هناك عبر سكايب المتحدث باسم التحالف العربي في كركوك حاتم الطائي. أهلا بك أستاذ حاتم. بداية، ماذا يجري حاليا في كركوك على المستوى الأمني ولماذا تتكرر الخروق الأمنية؟ تفضل أستاذ حاتم. تحية لك سيدتي العزيزة ومشاهدي القناة الكرام. يعلم الجميع دائما ما تستهدف من قبل تنظيم داعش الإرهابي أو بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتقوم بمثل هذه الحوادث الإجرامية التي مثل ما قدمتي هي ضرب للوحدة الوطنية وضرب للتعايش السلمي بين أبناء المحافظة. نعم. وهي للوصول مرة أخرى إلى المشهد وعرض نفسها كجهة فاعلة في هذه المناطق. نحن متأكدون أن القوات الأمنية في هذه المناطق تقوم على بواجبها على أكمل وجه، وخاصة الأجهزة الأمنية الموجودة هنا والقوات العسكرية، لكن هذه العصابات هي تنتهج أسلوب العصابات وتحاول تقتنص الفرص للنيل من أبناء قواتنا العسكرية وأبناء المدنيين من أهالي المنطقة وخاصة جنوب غرب كركوك وخاصة في ناحية الرشاد التي دائما ما تحدث فيها مثل هذه الحوادث الإجرامية. نعم. وصول هذا الوفد الرفيع اليوم إلى مدينة كركوك هو علامة على أن هنالك من يتابع هذا الموضوع وأن هنالك من يحاول أن يضع حلول لهذه الخروقات والانتهاكات. طيب، بين برأيك يعني بعد وصول الوفد، برأيك هذه الزيارة هل ستأتي يعني بنتائج على مستوى تحسين الأمن في كركوك؟ سيدتي العزيزة، في أكثر من مناسبة وضحنا للجهات الأمنية والجهات العسكرية خاصة المركز المتقدم ما هي نقاط الضعف، على أساس أنه ما يأتينا من معلومات من أهالي المنطقة نفسها. نتأمل أن تعالج هذه النقاط التي أشرناها والتي وضعناها أمام أصحاب القرار العسكريين. هذه النقاط معروفة أن الأساس في الأمن هو الأمن المجتمعي، وضرورة عودة العوائل إلى مناطقها الأصلية. نعم. هي المفتاح الأول لفرض الأمن في هذه المناطق، ومن ثم توزيع القطاعات بصورة صحيحة وتعزيزها في بعض المناطق التي لا يمكن للقوات الأمنية الوصول إليها لبعدها وديموغرافيتها المعقدة. نعم. هل تعتقد يعني أستاذ حاتم، أعتذر على المقاطعة، هل تعتقد أن الخروق الأمنية لها خلفيات سياسية، وهل تقوم الحكومة المركزية بواجباتها لإيقاف هذه الخروقات، أم أن المعالجات تزيد من الأزمة؟ المعالجات مثل ما أسلفنا أن هذه الحوادث متكررة، وسبق وأن قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بالكثير من المعالجات. نتأمل في المعالجة الأخيرة لوصول هذا الوفد العسكري الرفيع بوضع الحلول الصحيحة التي يمكن أن تساهم في فرض الأمن في هذه المناطق. البعد السياسي موجود، هنالك من يحاول أن يستغل مثل هذه الأحداث لفرض أجندة سياسية وإشراك قوات خارج المنظومة الاتحادية أو قوات لا يحق لها العمل داخل محافظة كركوك. ولاحظنا أن مراكز التنسيق المشتركة بدأت بعملها بصورة دؤوبة في هذه الأيام، وبدأت تحدد مواقعها للمشاركة في الملف الأمني، وهذا ما يتلافى مع قرار مجلس النواب رقم 25 لسنة 2017 الذي نص بصورة واضحة وصريحة على حصر مسؤولية الأمن بالقوات الاتحادية، بالإضافة إلى الرفض المستمر من قبل من أهالي محافظة كركوك من الأغلبية من العرب والتركمان الذين يرفضون مشاركة هذه القوات لأسباب معروفة، وهي المشاكل التي أحدثتها أمام فترة هجوم داعش الإرهابي على محافظة كركوك. واليوم الكل ينادي بعدم مشاركة هذه القوات في حفظ الملف الأمني لأسباب بسيطة، وهي حتى لا نرجع إلى المربع الأول، وحتى لا نرجع إلى مسلسل جثث مجهولة الهوية ومسلسل الاغتيالات والاختطافات وتهديم القرى. هذا ما أعرب عنه ونعرب عنه نحن بدورنا الممثلين المكون العربي. نتأمل من الوفد الذي وصل إلى كركوك أن ينحصر عمله في معالجة الثغرات الموجودة في هذه المناطق، وتفعيل دور الجانب الحشد العشائري الذي نعتقد أنه يوجد لديه نوع من التقصير، لأنه معروف هذه الحشود العشائرية لا تقوم بواجبها على أكمل وجه في هذه المناطق. قسم منها هنالك قسم الذي يحمي مناطق جنوب كركوك الأمن مستتب بفضل الحشد العشائري، لكن في مناطق جنوب أو جنوب غرب كركوك هذه المناطق في الرشاد وغيرها هذه الحشود العشائرية لا تقوم بواجبها بصورة صحيحة. نتأمل تقويم عملها وأن يكون هنالك
قوات إضافية لتساهم في حفظ الأمن في هذه المناطق. طيب يعني بالنسبة للبشمرجة، يعني ما هو دورها في حماية كركوك، وخصوصا أنها يعني تم إدخالها في الملف الأمني بما يخص كركوك؟ برأيك هل سيؤدي دخول البشمرجة إلى تحسن الوضع في المحافظة، أم أن الوضع يعني السياسي له علاقة بفترة الانتخابات فقط؟ تجربتنا ليست جديدة مع هذه القوات. في هذه القوات مثلما قدمنا قبل قليل أن في عهدها كان هنالك أحداث يومية هي جثث مجهولة الهوية، وهنالك تهديم للقرى، وهنالك اعتقالات وتغييب للمواطنين العرب. لا أتصور أنها سوف تساهم بشيء إيجابي في الملف الأمني، على العكس هي ممكن أن يكون وجودها محل إثارة للنعرات السياسية بين المكونات، وعلى العكس أن القوات الاتحادية فقط يجب تقويم عملها لكي تقوم بواجبها على أكمل وجه. وبالنسبة للهجمات المتكررة يعلم الجميع هي دليل على أن هذه القوات وخاصة الأمنية من عندها جهاز الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة الاستخبارية تقوم بواجبها على أكمل وجه. لذلك مثل هذه الهجمات الانتقامية من تنظيم داعش الإرهابي هي لإثبات وجودها ولإيصال رسالة أنها موجودة ولكي تظهر إعلاميا لا أكثر ولا أقل. نعم، الأستاذ حاتم الطائي المتحدث باسم التحالف العربي في كركوك، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا عبر سكايب.